السلام عليكم، معكم اختكم حنان المنور. عندي 28 سنه، تنغني الشعبي راي. سميتو تنغني في العراسات مره في يعني مره في العام. تنغنيها كاين من شهر 8 سميتو لشهر 11، هي 3 شهور هكا اللي تنغني. بديت تقريبا دابا شي عامين، وبزاف ديال الناس اللي قريب ليا تيقولوا لي عندك الصوت، بديت تغني، حاولي تخدمي على الصوت ديالك. كانت عندي الفكره واني الناس اللي شجعوني اللي تيعرفوني بحال يونس قلمام، ان شاء الله الاغنيه الجديده اللي غتنزل ان شاء الله في شهر 1، وسميتو حتى يونس هذا تبريمي، وسميتو فريز غنام حتى هو تيشجعني بزاف، تنقدم لي تحيه من هذا المنبر. كانت عندي ظروف خاصه، صافي مني حليت المشاكل ديالي، الناس اللي تيبغيوني ويشجعوني صافي قلت بسم الله والكمال على مولانا. حتى الناس اللي قربني بزاف وانا عزيزه عليهم تيبغيوني يشجعوني وراوني البلايص فين نخدم، صافي قلت بسم الله وعلاش لا، عطي راسي فرصه. عندك سيدي سليمان، سيدي قاسم، سيدي يحيى، هادو هما النواحي اللي تنخدم فيهم. واني شكون اللي عاوني اكثر هو الشاب ريمي، هو اللي عاوني بزاف، عاوني تنخدم الشعبي وراي حتى هو. الاصل ديالي انا من زابوره وانا كبره في سله، هما دوك البلايص ما كنت صراحه نعرفهم حتى وراهم ليا الشاب ريمي، وتنمشي تما تندي الواجب ديالي وترجع. هما فين مستقره في سله. تمنيت نكون حتى انا مغنيه مشهوره، نكون مثلا بحال دنيا باطمه، بحال دنيا باطمه، بحال فريز غنام اللي تيساعد بزاف ديال الناس اللي تيشوفهم ما بحالهمش، يعني تيعاملهم يعني تيشجعهم بكلمه زوينه، خصك ديري هادي، خصك ديري هادي، يعني تيعطي واحد القيمه للناس اللي ما بحالهمش الصراحه. الله يكثر خيره. تنتمنى الصراحه نخدم مع يونس قلمام، صراحه ولد ظريف وشجعني بزاف، تنقدم ليه تحيه بزاف. هو اللي هاد الاغنيه اللي غتنزل ان شاء الله في شهر 1 راه هو اللي خدمها ليا، وتنتشاور معاه لا هو ولا فريز غنام، هما بجوجتهم تنتشاور معاهم صراحه، هما اللي مشجعيني بزاف. والاغنيه وعندي اغنيه واحده راهي ان شاء الله غتنزل ان شاء الله في شهر 4. درت اغنيه موتو يا عدياني، هي اللي درت اول مره درتها، والشاب ريمي هو اللي شجعني عليها، وحتى يونس قلمام هو اللي شجعني عليها. ما نقصد حتى شي واحد، أغنية كتبتها وصافي. شوف في هاد الدنيا عندنا أعداء، ما كاينش شي واحد اللي ما عنده أعداء، هادي هي سنة الحياة، تتلقى اللي تيبغيك واللي ما تيبغيكش، فهمتي؟ ضروري يكونوا أعداء ديالك. أنا تنبغي الخير للناس صراحة، كاع الناس اللي قريبين ليا تنبغي لهم خير. نقدر الا شفت منك شي حاجه خايبه ما عجبتنيش ولا هذا، نقدر نصومك، ما نهضرش معك وما ناديكش، علاش نهضر معك وانا نافقك؟ ما نقدرش تكون صاحبتي ولا شي حد قريب ليا نغدرو وفي نفس الوقت نضحك لي، لا صافي ما بغيتكش، ما مادي الحمد لله انا مقتنعه، ما مادي حتى شي واحد صراحه، انا اللي مادي اكثر من الناس. شنو نقول لك، بزاف ديال الفنانين اللي تبارك الله ما شاء الله عليهم خدامين على رؤوسهم، بحال دنيا باطمه، بحال فارس غنام، بحال سعد المجرد. واخا واحد مؤخرا هاد الاغنيه ديال سعد المجرد كان عجبتني بزاف، ودرتها فيديو ودار ليا بلوك ليا الاغنيه ديالي من انستغرام، ما عرفتش علاش، ما عندي الصدر فاق الله. سعد المجرد مع انستغرام ديالي موالفين بزاف ديال الاغاني تيخرجوا، الصراحه ما عمري نزلت شي اغنيه، هاد الاغنيه الاخرى عجبتني، درت عليها فيديو ولحتو في الانستغرام ديالي، ما كملش 10 دقائق تبلوكيت من الانستغرام ديال هو، وجاني ميساج قال لي الا ما حيدتيش الاغنيه غنقدر ندي لك الحساب ديالك انستغرام ديالك. ما عرفتش واش من الناس اللي خدامين معاه، واش هو هاد الاخر اللي نزل دابا،
هاد الاخر هي اللي عاوتاه خليك الليلي واخا كاك محافظاش مزيان. انا الصراحه سعد المجرد اللي يفكو حالو على خير يا ربي، وتنبغيوه يعني عنده صوت عنده اغاني زوينين ومشرف المغرب الاغنيه المغربيه، يعني تتمنى لي التوفيق. وما عجبنيش داك لوزيس اللي دار في الانستغرام، ما عجبنيش. يعني انا سجلت الاغنيه يعني عجبتني، وكا حتى هو مغني هذا مشرف المغرب ما عمر شي اغنيه نزلتها في الانستغرام ديالو تبلوكات حتى لهذيك الاغنيه ديال سعد المجرد، فهمتي؟ صافي ما عجبنيش الحال، اختي قلتها لها ما عجبهاش الحال. يا نار دنيا باطمه، دنيا باطمه خدامه على راسها، الله يسهل عليها وخلي لها بنتها غزال. هي ما خصهاش تبقى تسوق الكلام عباد الله وصافي. ما انا ما نقدرش نحكم على شي حاجه انا ما شايفاهاش وما عارفاهاش، فهمتي؟ ما نقدرش، انا ما عارفاش شنو واقع. يعني هي الناس تيسبوها راه تجاوبهم، هي ما خصهاش تبقى تجاوب، فهمتي؟ يعني انسان انت تايقه في راسك شكون انت، وتبارك الله مشرفه المغرب و يعني معروفه في خارج المغرب وداخل المغرب. يعني ما نتسوقش انا الناس، واني تيا راه هي بشر، فهمتي؟ يعني قدرت تاثر وتجاوبهم، فهمتي؟ يعني ما يمكنش انسان يعايرك وتسكتي لي. عادي الميلودي تنتمنى نخدم معاه، تيشرفني نخدم مع عادي الميلودي، تيغني نفس السن اللي تنغني انا، فهمتي؟ شعبي تيعجبني عادي الميلودي. صراحة انا مع المغاربه كاملين صراحه، خصو يعني يتقبل الولاد ديالو، يصاوب يعطيهم الكنيه. ما عطيهمش هو الكنيه ياك، ما عطيهمش الكنيه، يعني من حق هذوك الدراري مساكن ياخذوا الكنيه ديال باهم ويكونوا في حضن باهم، فهمتي كيفاش؟ يعني تنتمنى عادي الميلودي يعطي لولادك الكنيه ودير لهم وريقاتهم، والله يسهل عليكم كاملين. تنبغي المغاربه كاملين، وتنشكرك انت بالذات اللي عطيتيني فرصه، تنشكرك بزاف وتنشكركم بزاف.